اليوم كان لي الشرف بلقاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. كما تعلمون أن الاستثمارات والتبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا قد قاربت 5 مليارات دولار، ونطمح إلى تحقيق 10 ملايير دولار. لقاؤنا بالسيد الرئيس سمح لنا بإعطائه صورة كاملة عن شراكاتنا وتعاوننا في المجال الطاقوي في إطار المتابعة للجنة المشتركة بين البلدين. شجعنا السيد الرئيس على تعميق علاقاتنا الثنائية وتقوية فرص العمل المشترك، ونشكر السيد الرئيس على حفاوة الاستقبال.